بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لقائد مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم. جينا هنا للقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص التطورات الأخيرة في ليبيا، وكان حقيقة منذ البداية منشغلا بالشأن الليبي، ويقول صراحة إنه يؤيد الجيش الليبي في محاربة الإرهاب بقيادة مشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر، ومجلس النواب الليبي المنتخب يقولها بكل وضوح وصراحة وفي كل المنتديات. جينا هنا اسمحوا لي فخامة الرئيس تكلم على ما فيه كفاية من لقاء اليوم، لكنني أحب أن أقول أن الجيش الليبي عندما تحرك إلى العاصمة لم يتحرك لمقاتلة الليبيين أو للاستيلاء على السلطة، تحرك لمحاربة الإرهابيين الذين يسيطرون على العاصمة والذين اشتكى منهم. حتى وزير حكومة الوفاق فتحي باشا آغا اشتكى من تصرفاتهم، وإن حكومة السراج لم تستطيع أن تعمل شيئاً في هذا الشأن. وبالتالي الجيش الليبي هذه مهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية، أن يطهر البلاد من هذه الجماعات والميليشيات المسلحة التي تخطف وتنهب وتبتز الليبيين. عندما أوشك الجيش أن يطهر العاصمة، للأسف الشديد تدخلت تركيا بقوات كثيرة وبإعداد تتجاوز الآن 10,000 إرهابي مرتزق من سوريا ومن تركيا. الجيش أدرك أن الحرب كما يقال غشوم تضر بالجميع، تضر بالليبيين، وأصبح مضطر لاستعمال القوة أكثر من اللازم، وبالتالي قد يكون الضرر من اقتحام العاصمة أكثر من فائدة الدخول في العاصمة في هذه المرحلة. واستجابة لنداء الإخوة العرب وأيضا بعض الدول بأن الجيش يجب أن يأخذ خطوة إلى الوراء ويحترف بالهدنة ووقف القتال، قام بقبول الهدنة، ولكن للأسف والطرف الآخر حتى هذه اللحظة لم يلتزم بهذه الهدنة وبهذه الاتفاقيات. لكن كما اطلعنا على المبادرة باختصار، المبادرة تتماشى مع ما تعرف عليه الشعب الليبي منذ بناء الدولة الليبية سنة 1951، أيضا تتماشى مع الدستور الليبي، الحكم في الفترة الانتقالية في ليبيا أتمنى ألا تطول. يتكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، مدة هذا كما اقترحنا مدة هذا المجلس عام ونصف، قد يجوز أن تمدد 6 أشهر أخرى. لا تهميش لأحد، لا إقصاء لأحد. أيضا هذه المبادرة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، أيضا كانت من مخرجات مؤتمر برلين، وبالتالي فهي صحيحة حسب العرف السائد في ليبيا وحسب الإعلان الدستوري الليبي وحسب ما تم تضمنه في مجلس الأمن أيضا وفي مخرجات مؤتمر برلين. إذن فهي صحيحة 100%، لكن هذا لا يعني أن الجيش لا يحارب الإرهاب في أي مكان في ليبيا، في طرابلس وغير طرابلس. أيضا نحن نصر على طرد هذه الميليشيات من العاصمة في ليبيا حتى نتمكن من توحيد المؤسسات التي بإذن الله ستتوحد، المصرف المركزي ومؤسسة النفط وغيرها من المؤسسات السيادية سيتم توحيدها بإذن الله تعالى. الأمر الآخر وهو أننا سنسرع إن شاء الله في عمل دستور، تتم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية. كل الأقاليم تاريخيا ليبيا تتكون من 3 أقاليم، كل الأقاليم ستحصل على حصتها في السلطة، ستشارك في السلطة كما هو معروض في المبادرة، لا إقصاء لأحد. بهذه المناسبة أدعو الليبيين إلى طي صفحة الماضي، وأطلب وأرجو من ما يسمى الأحزاب في ليبيا والتيارات السياسية أن تأخذ خطوة إلى الوراء في هذه المرحلة، ونتعامل كليبيين جميعا كأخوة ليبيين، لأن كما تعلمون الأحزاب لها مناهج معينة قد تختلف في هذا الأمر. لكن الآن بصدد بناء الدولة وتكوين السلطة التنفيذية، وعندما تستقر الأمور ويصدر الدستور فليتنافس المتنافسون فيما يتعلق بحقوقهم أحزاب أو تيارات سياسية. أتمنى من كل الليبيين أن تعاونوا ونكون يداً واحدة حتى نخرج من هذه الأزمة.
بداء فخامة الرئيس والشعب المصري العظيم، تحية مرة أخرى لكم جميعاً.